أعزائي طالبة الإعدادية، نخش على المحافظة الثالثة من المحافظات اللي امتحنت لغاية دلوقتي، اللي هي محافظة إيه؟ دمياط. أنا حاليا أبنى هنا في الخارج ومرسى مطروح، فاضل دمياط والسويس وإسماعيلية. عندي السؤال الأول، دايالوج هالة is talking to عبير about an interesting book. الاثنين اللي فاتهم كان عن السبورتس، هنا بقى نخش على انترستنج بوك اللي هو الريدنج، القراءة. عبير قالت هلو هالة وات ار يو دوينج، بتعملي ايه؟ طبعا من عنوان المحادثة about an interesting book، كتاب شيق، يبقى بتعملي ايه؟ يبقى بقرا كتاب. هيبقى هنا هتقول لها وات ار يو دوينج، هتقول لها ايه؟ يو بتتحول لإيه؟ أيام آه، يبقى أيام، وبجيب ريد بقى الفعل اللي هي بتعمله وأضيف له أي إن جي، يبقى ريدينج أيام ريدنج أبوك، أبوك أيام ريدنج إيه؟ أبوك. سألتها سؤال، ألا إت إز كولد ديفيد كوبرفيلد، إت إز كولد ديفيد كوبرفيلد. والمحادثة دي جاية من المستوى الرفيع عندنا في تانية إعدادي، القصة اللي هما بيدرسوها، ونفس القصة نفس المحادثة كده موجودة في المستوى الرفيع بتاع مدارس اللغات. فهنا بتلاقي it is called David Copperfield، تسمى David Copperfield، يبقى هي هتقول لها ماذا ما اسم تسمى؟ طبعا مش هنجيب ديفيد كوبرفيلد، الاسم عاقل ولا غير عاقل؟ يعني هنسأل عنه بوات، يبقى نبدأ بوات. عايزين فعل مساعد، فاضل عندي it is called، is يبقى what is. الفاعل كلمة ايه اللي في بدايته it، جملة it، فاضل كلمة ايه نجيبها؟ اللي هي تلرت called، يبقى what is it called. عرفنا سألنا السؤال ازاي، what is it called. عبير قالت لها is it interesting، سؤال بدأ بإيه؟ في is، فعل مساعد، بجاوب عليه بإيه yes أو or no. بإيه؟ تقول لها yes it is it is. دمياط مفيش هتفهم من كده. نيجي بعد كده عاوزين سؤال، قالها it was written by Charles Dickens. طبعا Charles Dickens ده شخص، يبقى عايزين نسأل عنه، نسأل عن العاقل بكلمة ايه؟ هو عايزين فعل مساعد، الفعل was. المساعد ايه؟ was، يبقى هو was it. الفاعل it، وبعدين اكمل فاضل ايه؟ written by، احنا قلنا اللي مش هجيبه تشارلز ديكنز. بعد كده can you lend me this book when you have finished reading it، ممكن تسلفيني الكتاب ده بعد ما انت تخلصيه؟ طبعا هتقول لها سؤال بدأ بكان، هتجاوب بيس او بنو، هتقول لها ايه؟ yes I can. yes I can. وبعدين قلنا مستر اوكي ماشي. طبعا ده محادثة بتاعت محافظة دمياط، تافهة، وكل المحادثات اللي فاتت هي كده، أركز وأشوف المحادثة بحلها إزاي. نيجي على السؤال الثاني، is places messages pyramids are ancient. عندي جرامر على طول، قواعد is و are وباقي الكلمات. I have three friends in England. أنا ليا ثلاث أصحاب فين؟ في انجلترا. I usually send them، عادة ببعت لهم message، ببعت لهم رسائل، يبقى send them ايه؟ message. messages. one of them going to visit Cairo or one of لا يبقى is one، يبقى ايه؟ is. يبقى الأولى كانت messages، الثانية one of them
هي واحد منهم واحد يبقى is going to visit Cairo next year. We have some arrangements. عملنا ترتيبات ليه. We are visiting there. لما واحد يجي لك من انجلترا بتاخده يزور ايه من الاماكن اللي تتزار فوق. There. وبعدين temples and the Egyptian museum. عندك الحاجات اللي السياح يزوروها. Pyramids. اسمها Pyramids. بعدين temples and the Egyptian museum which are full of الأماكن دي مليئة ب treasures of the pharaohs كنوز القديمة بتاعة الفراعنة. قديمة يعني ايه؟ انشانت للأخير. يبقى كده دولت الأربع اختيارات. خدنا is, خدنا messages, وخدنا pyramids, وخدنا ايه؟ انشانت. نيجي على القطعة بقى والأسئلة اللي عليها. Travel has become much easier than ever before. هنتكلم عن السفر هنا. السفر أصبح أسهل بكتير عما قبل. People began to go on journeys all over the world much more often than they used to in the past. الناس دلوقتي بدأت رحلات حوالين العالم. الرحلات دلوقتي أكتر بكتير عما كانت عليه في الماضي. Now at the start of the new century, دلوقتي مع بداية القرن الجديد, travel has become a major industry. أصبح السفر صناعة رئيسية. Some people travel on business. في بعض الناس بتسافر في business عمل. While others go abroad to study. في ناس تانية بتسافر برا للدراسة. But by far the greatest number of people who travel to other countries are tourists. لكن بنسبة كبيرة الغالبية العدد الأكبر من الناس اللي بيسافر للسياحة. Tourists visit other countries to spend their holidays. السياح بيزوروا أماكن تانية علشان يقضوا أجازاتهم. وذير تحتها خط هيقول لي بتعود على إيه؟ بتعود على tourists. لسه موجودة هي. وانت لسه بتقرأ تروح محدد على طول. تروح حاطط خط كده تحت tourists وتقول ديت لما يجي لي السؤال بتاع ذير دي يبقى أنا على طول بختار tourists أو أجاوب أكتب tourists. There to see the world and to observe another culture. Tourism is one of the fastest growing industries in the world today. السياحة واحدة من الصناعات الأكثر نموا في العالم اليوم. When people travel to another country, لما الناس بتروح دولة تانية, they spend the money there. بيصرفوا فلوس في المكان اللي هيروحوه. In hotels, in restaurants, and on buying souvenirs. بيصرفوا في فنادق, في مطاعم, في هدايا تذكارية بيشتروها. This is good for the economy of the country. وده بيكون مفيد لاقتصاد الدولة. They are visiting اللي هم بيزوروها. Making friends with people from other countries is another benefit of tourism. عمل صداقات مع ناس من الدول التانية ده برضو من فوائد السياحة. Because this is one of the ways in which people of different races and cultures can begin to understand each other. لأن هذا واحدة من الطرق اللي بيها الناس من الجنسيات المختلفة والثقافات المختلفة بتبدأ تفهم بعضها. يبقى هنا القطعة هنا كانت على حاجة بعيدة خالص, بنتكلم عن السفر والسفريات. نيجي على الأسئلة. The main idea of the passage is about. الفكرة الأساسية بقى في القطعة اللي قرأناها دي عن benefits of travel ولا making friends ولا staying in hotels ولا eating in restaurants. Benefits of travel.
benefits of travel يعني فوائد السفر. هتقولي ما هو ذكر الحاجات التانية، ما هو قال hotels وقال restaurants وقال making friends، بس كل دولت بيكونوا من فوائد السفر. فأنا القطعة كلها بتتكلم عن الفوائد بقى، ما اختارش حاجة واحدة من القطعة بتتكلم عنها، بنختار الفوائد كلها. Number two, making friends can be another benefit of tourism because تكوين صداقات ممكن يكون فائدة أخرى للسياحة، لأن people can forget each other ولا people can understand each other ولا people can misunderstand each other each comer ولا people can remember each other. عمل الصداقات بيكون ميزة أخرى للسياحة، لأن إيه؟ مسا بيبل اثنين understand. أنا أول واحدة اللي هي إيه؟ بيبل كان understand. لا أنا بقول اللي هي بيبل اثنين understand. أنت بتقول أول واحدة بيبل كان forget. أول واحدة الناس تستطيع أن تنسى بعضها، هي تنسى بعضها، يبقى دي ميزة. تاني واحدة بيبل كان understand each other، الناس كده بتفهم بعضها، يبقى تكوين صداقات لأن الناس لما بتقابل بعضها بتفهم بعضها. ودي موجودة فوق في القطعة، فين؟ هاتها كده القطعة. أقول لي different cultures، آخر جملة خالص. different races and cultures can begin to understand each other. ماشي، يبقى القطعة موجودة بالنص لغاية دلوقتي. أسئلة القطعة هي موجودة على طول بالنص، مش لفة ولا حاجة. Number three, the underlined pronoun there refers to كلمة there، وإحنا لسه بنقرا هناك، قلنا بتعود على tourists ولا countries ولا journeys. tourists بتعود على إيه؟ tourists. معانا؟ نيجي على number four. Why did people begin to go on holidays all over the world more often؟ ليه الناس بدأت تذهب في قضاء الأجازات حول العالم أكتر من الأول؟ ليه دلوقتي الناس بقت بتسافر كتير وبالذات في قضاء الأجازة؟ اللي ساعد على إن الناس تسافر كتير إن السفر صعب ولا بقى سهل؟ ما هو لو السفر صعب، لو بيسافروا بالجمال زي زمان، ناس كتير هتروح تقضي اجازات عشان ياخد له شهر رايح السعوديه. لا، دلوقتي ساعه بيكون في السعوديه، ساعتين بيكون في بريطانيا، يبقى سهوله. دي موجوده فين؟ في اول جمله خالص. Travel has become much easier than ever before. هي دي اجابه السؤال. Number five. Summarize the last paragraph in the text in one sentence. ده بقى أول الأسئلة اللي هتكون صعبة. Summarize، لخص الباراجراف الأخير في النص في جملة واحدة. لما نيجي نلخص بنرجح كده، هو كان بيتكلم عن إن السياحة أصبحت دلوقتي اكتر الحاجات واسرعها في النمو والسرعة والكلام ده. فاحنا علشان الخص ده كله، احنا قلنا ممكن اجيب كلمة. تعال هنا يعني كده، ما تقعدش ده بخب. ده كده علشان الخاص بقى نتكلم عن ايه الملخص بتاعها. هو أول جملة بيقول لي tourism is one of the fastest growing industries in the world today. لما يجي سؤال زي ده كده سمرايز، بنروح واخدين أول جملة بس، ننقل أول جملة. أول جملة بتقول إيه؟ بتقول
بتقول tourism is one of the fastest growing industries in the world today. ماشي كده. يبقى السؤال بتاع سمرايز لخص، بتروح واخد اول جملة لان تعتبر اول جملة في الباراجراف هي دي اللي فيها الفكرة الاساسية. ماشي. نيجي السؤال الاخير، do you think tourism is good for the economy of the country? Why? Why not? هناك في الامتحان اللي قبل كده كان بيقول لي do you agree، هنا بيقول لي do you think. do you agree او do you think على طول هتقول yes وتطلع تجيب الإجابة من فوق. هو هنا بيقول tourism is good for the country for the economy of the country، انت هتقول yes تروح جاب الإجابة من فوق. فين الجملة اللي فيها good for the economy of the country؟ السطر الثالث من تحت عندك هي الثالث كلمة، this is good for the economy of the country. وصلنا لها. السطر الثالث من تحت او الرابع من تحت في نص سطر كده، الرابع this is good. this بقى انت اجابة السؤال هتجيبها من الجملة اللي قبلها اللي هي when people travel to another country they spend money there. يبقى تعتقد ان السياحة مفيدة للدولة لاقتصاد الدولة اللي الناس بتروحها، هتقول ايوة. ليه؟ هتروح جايب الجملة دي اللي هي في الباراجراف الثاني من اخر السطر، when people travel to another country لما الناس بتسافر لدولة تانية they spend money there، بيصرفوا فلوسهم هناك. عرفنا كده بنجاوب على القطعة ازاي؟ ها؟ نيجي بعد كده على choose the correct word from A, B, C or D. number one is a place for looking after orphan children. لتاني امتحان كده تتكرر نفس الكلمة فيه. Orphanage. يبقى نركز على orphanage. orphanage معناه ايه؟ دار الايتام. number two is the unkind things we say or write about someone online. الحاجات السيئة الغير كويسة اللي احنا بنكتبها عن شخص على النت، التنمر يعني. التنمر يعني التكستنج ولا سجستنج ولا ثينكينج ولا سايبر بالينج؟ اسمها سايبر بالينج. على طول يقول لي انكايند ورايت، اي جملة فيها انكايند ورايت يبقى على طول سايبر بالينج. طب لو ما جابش اونلاين تقول بالينج بس في التنمر، تنمر وجها لوجه كده اسمه بالينج، لكن التنمر اللي على النت ان انت تشتم واحد على النت ده اسمه سايبر بالينج. number three it was a dream as I was asleep. ده كان حلم لان انا كنت نايم. the antonym of asleep عكس asleep fast awake of عكس اسليب ايه؟ اويك مش طايقز. number four to make a noun from the word inform، علشان نكون اسم من كلمة inform اللي هو الفعل. we add the suffix بضيف ايه؟ t-i-o-n a-t-i-o-n a-l less inform الاسم بتاعها اسمه ايه؟ informless ولا information؟ information. يبقى نضيف a t i o n ولا a t i o n؟ t i o n. نضيف a t، انا قلت inform ما قلتش information information، يبقى بنضيف a وبعدين t i o n. تعال على number five، huge tankers carry oil across seas and oceans. حاملات البترول العملاقة اللي بتحمل البترول عبر البحار والمحيطات.
A tanker is a kind of. التانكر بقى ده هو التانك الخزان ده عبارة عن animal ولا ship ولا railway ولا نيل. Ship. Ship. وقال بتمشي في البحار والمحيطات. هو اللي بيمشي في البحار والمحيطات animals ولا railway ولا ميل ولا ship. Ship سفينة. Number 6, she feels upset because she has an important exam. هي بتشعر بتوتر علشان هي عندها امتحان مهم. The word upset means, كلمة upset معناها worried, calm, peaceful, quiet. هي معناها؟ هو عايز معناها؟ أقول means, وإحنا قلنا قبل كده means يعني synonym, يعني مرادف, يعني معنى. معنى upset هيبقى worden. worried. انا عندي calm و peaceful و quiet. ما هم التلاتة بيساووا بعض او كلهم بيساووا بعض, يبقى ما ينفعش انا اختار واحدة منهم طالما كلهم زي بعض, يبقى هي worried. نمبر السؤال الخامس بقى بتاع الجرامر. could maher swam. احنا خدنا كان و could و بيجي معهم ايه, ماضي ولا مصدر؟ مصدر. والمصدر سوام دي مصدر, ما لو مصدر ما كانتش حطاها بين قوسين. المصدر بتاع سوام ايه؟ S W I M. اسمها سوام. المصدر بتاع سوام سوام. The museum is museum. طبعا ده هنا صفة. museum عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. ها؟ غير عاقل. طب يبقى amazing ولا amazed؟ amazing. amazing يعني هنضيف للصفة ايه؟ ing. بس بنحذف الاي وحط amazing. number 3, نيزر عادل نور عمر be in the club yesterday. طبعا دي اتكررت كتير هناك وقلنا نركز على نيزر نور. الفعل بيتبع الاسم اللي قبلها على طول اللي هو عمر. مفرد ولا جمع؟ مفرد ولا جمع؟ مفرد. مفرد. انا عندي الزمن بتاع السؤال yesterday يبقى له is ولا are. في الماضي يبقى was او where. was. هنا هنجيب ايه؟ was. دايما لما بلاقي بي اركز اشوف هي الاول هتبقى مضارع ولا ماضي. حددت هي مضارع او ماضي بعد نرجع بقى للمفرد وللجمع. Luxor plain arrive at half past nine. انا لسه قايلين طيارات قطارات اي حاجة يبقى مضارع بسيط. arrives يبقى بتنتهي بإس على طول. arrives هنشيل ing ونحط يبقى arrives. اظن الاسئلة كلها متكررة. هو كل الاربع امتحانات اللي حلناهم هي نفس الاسئلة اللي بتتكرر. هتبقى هو هاي. بس كان هناك جاب لنا was able to, هنا جاب لي كود. دي اسهل ان كود بيجي معاها مصدر. my father this car since I was a child. قاعدة ايه اللي موجودة هنا؟ قاعدة ايه؟ قاعدة ايه؟ مضارع. since. قاعدة. قاعدة ايه يعني كلمة ايه اللي موجودة في الجملة لها قاعدة. قاعدة since. since هنا كأداة ربط بيجي بعدها ماضي بسيط. جه ماضي بسيط اللي هو وقبلها مضارع تام. وقبلها بيكون زمن ايه؟ مضارع تام. مضارع تام بقى افتكر بيتكون من ايه؟ بيتكون من ايه المضارع التام؟ have or has. من have او has وتصريف تام. انت دلوقتي لما تقول لي have هتبقى has بس ما خليتهاش كده. ما انت ما قلتش كده, انت قلت هتبقى has بس, وانا عارف ان معظمكم هيروح كاتبها has وبالسلامه وطالع فاكر انه حل صح. غلط الحل. واحدة واحدة زي ما انا بشرح كده هتوصل للحل الصح. يبقى انا عندي هنا مضارع تام, عايزين مضارع تام يعني have او has. father مفرد يبقى has, وبعدين التصريف التالت بتاع have had يبقى has had. نركز واحنا بنحل. السؤال الاخير الباراجراف هنا جايبهولي عن ايه؟ برضو review. يبقى كل الاربعة لغاية دلوقتي كلهم نقدي. ريفيو هنا اونلاين شوبينج, وقرينا ده كتير وهتلاقيه موجود في الباراجرافز اللي انا بعتها لك.
اللي انا بعتهم لك عندك، عندك الاونلاين شوبينج. نيجي على الرابعة اللي هي ايه؟ اسمع اللي هي دي اخر واحدة ولا في ده لسه في السويس. طيب نيجي على اسمع اللي هي، هنعدي القطعة كده ونعدي بعض الحاجات. سؤال الاول ديالوج. بس كانت في محافظة احمد دمياط، كانت في محافظة دمياط اول واحدة، دمياط دي اول واحدة حلناها. دلوقتي فاضل اسماعيليه والسويس، دي الرابعه اسماعيليه والخامسه السويس. احمد اند علي ار توكينج اباوت ذير فيفوريت هوبيز، بيتكلموا هنا عن الايه؟ الهوايات. هوايات، رياضه، كله دلوقتي لغايه دلوقتي ما فيش كده بيتكلموا عن مشكله ولا حاجه. What do you do in your free time علي، بتعمل ايه في وقت الفراغ؟ قال له I often read. سؤال موجود واجابته موجود. رد عليه قال له احمد قال wonderful، رائع. وسأله سؤال، رد عليه قال له ايه؟ I love reading short stories. عايزين نسأل على short stories. شورت ستوريز دي عاقل ولا غير عاقل ولا زمن ولا مكان؟ غير عاقل. هنسأل عنها بإيه؟ وات. بدأنا السؤال بوات، عايزين فعل مساعد. في فعل مساعد لا. هنا I love reading، ما فيش فعل مساعد. هنجيب هي ووز موجودة هنا؟ لا. طب احنا قلنا قبل كده طالما ما فيش هنا فعل مساعد اللي انا بجيبهم واحدة من ثلاثة، دو او دس او دي. امال ووز بقى اللي انت جبتها دي منين؟ عشان اي ان جي. وانا مالي وفين؟ ماليش دعوه بالاي ان جي. احنا قلنا الافعال المساعده الموجوده في الاجابه ام از ار ووز وير هاف هاز هاد كان ويل، مش موجودين ما اجيبش واحده منهم، اجيب من بره الجمله، واللي انا بجيبه من بره الجمله واحده من ثلاثه، دو داز ديد، ده اللي احنا حافظينه. انا قلت فيه اي ان جي، احنا قلنا قبل كده اي ان جي بقى بجيب حاجه. عندي هنا الفعل لاف ما انتهاش باس، يبقى هجيب دو، يبقى وات دو. الفاعل اي بتتحول يو، يبقى وات دو يو. الفعل الاساسي لاف، وات دو يو لاف. فاضل ايه اجيبه؟ reading. أصبح السؤال what do you love reading، ده فيها حاجة. جبت was دي، was دي هتنزل لك نص الدرجة، عليه درجة كان هيديك نص. يبقى التزم واللي احنا قلناه بركز فيه كويس. جه قال له I love reading short stories، وسأله سؤال قال له I have only one hobby. I have only one hobby. One. يبقى عاوزين نسأل على ايه؟ عن كمية. هي one ده يبقى كمية؟ عدد. عن العدد. اللي بتسأل عن العدد اسمها ايه؟ How much. How many. Many. Much دي بتاعت العدد. كمية. How many. طب احنا قلنا ميني بيجي بعدها الاسم اللي بيتعد اللي بعد العدد اللي هو هوبي. انا عند العدد 1 الاسم هوبي، يبقى هاو ميني هوبيز، بس الاسم ده هيبقى جمع هاو ميني هوبيز. نرجع بقى عايزين نجيب فعل مساعد. فاضل عندي اي هاف الفعل المساعد، فيهم فعل مساعد دولت؟ ها اللي احنا قلناه ده I have فيهم فعل مساعد؟ لا فيهمش. يبقى اجيب فعل، هي فيها have واحنا قلنا have فعل مساعد، بس هي هنا have فعل اساسي فما ينفعش نستخدمها فعل مساعد. هجيب لها فعل مساعد، هجيب ايه؟ do. يبقى how many hobbies do you. بعد كده بجيب الفاعل اي بتتحول الى يو. يو فاضل عندنا الفعل الاساسي اونلاين. الفعل الاساسي هاف هاف.
يبقى أصبح السؤال how many hobbies do you have؟ أصبح السؤال إيه؟ how many hobbies do you have؟ نيجي على number three. هو قال له I have only one hobby وكمل، هيقول له إيه هي الهواية دي؟ وبعدين التاني علي قال له fishing بتعجب، يبقى قال له الهواية الوحيدة دي بتكون إيه؟ fishing. يبقى هيقول له هي تكون اللي هي it is a fishing أو I have only one hobby which is fishing. ماشي كده عرفنا جاوبنا إزاي. نيجي بعد كده قال له fishing oh good for you I may give it a try sometimes. طب أنا هجرب الهواية دي بعد كده. أحمد قال له كلام، جه رد عليه قال له إيه؟ okay I will wait for your call. طيب أنا منتظر اتصالك. يبقى أحمد قال له إيه؟ أنا هتصل بيك. أنا هتصل بيك اللي هي موجودة تحت. يبقى يقول له I إيه؟ I will was for you. I will ايه؟ was for ها؟ I will اسمه ده what for. طيب هو هنا قال له I may give it a try sometimes انا هجربها. يبقى احمد قال له ماشي تعال بينا نصطاد مع بعض. ها تاني قال له I will wait for your call أو قال له أنا هتصل بيك لما أكون رايح أصطاد. يبقى هيقول له I will call you أنا هتصل بيك. تاني قال له I okay I will wait for your call. أحمد قال thank you. طبعا الرد على thank you هتبقى إيه؟ thank you زي ما هي. طبعا محادثة زبالة كده اللي حطيتها برضو ما فيهاش كلام كتير ولا بتاع وهي فاضية ما فيهاش حاجة. نيجي على السؤال اللي بعد كده اللي بنكمل بكلمة من الكلمات. الكلمة الأولى اسمها ايه؟ memories وlife وcare وhappiness وcares وsadness. على طول care وcares يبقى هي دي قواعد. A true friend is a person who for you. الصديق الحقيقي هو الشخص الذي لك، الذي يعتني بك. يعتني بقى اللي هي care، بس هو care ولا cares؟ هي friend هنا مفرد ولا جمع؟ friend مفرد. يبقى اخد اللي بتنتهي باس ولا بتنتهيش؟ اللي بتنتهي باس. اللي بتنتهي باس تبقى ايه؟ ريس. يبقى في نمبر 1 هنختار ايه؟ كيرز. فور يو هي ويل اولويز وانت يور. هيبقى دايما اللي هي دايما هيريد ايه؟ ايه الخاصه بيه؟ الخاص بينا صديقك ده هيبقى عاوزك سعيد. تبقى هابينس. يريد سعادتك. هابينس. سعادة يعني ايه؟ هابينس. لايف without a good friend is empty. الحياة بدون صديق جيد بتكون فاضية. friendship will fill you with. الصداقة هتملأك ب that you can remember. هتملك بإيه اللي انت تستطيع تذكره؟ هتملك بالذكريات. الذكريات اللي هي إيه؟ memories. that you can remember for the rest of your هتظل تتذكرها باقي حياتك. life. يبقى your life. ده كده بالنسبة للتكست.
اللي بعد كده بتكلم على اسماعيلية علشان ده امتحان اسماعيلية فيه بس ات تحتها خط، يقول لي ات بتعود على ايه؟ على الجافرنوري. على لا على الفيستيفال. تعال على السؤال الرابع اللي هو تشوز نمبر 1 2 means to help and encourage someone، ان انت تساعد وتشجع شخص، ديت معناها receive ولا support ولا fail ولا disappoint. لما تشجع شخص يعني بتسنده بتؤيده. انا اسفه والله نزلت بالواد اعمل لك شاي. ماشي. يبقى هنا اسمها ايه؟ يؤيد او يساند، اسمها سبورت. اسمها ايه؟ سبورت. نيجي على نمبر 2. ام از something that happens to you in your life، الشيء اللي بيحدث لحياتك بيحدث ليك في حياتك، حاجات بتحدث كده في الحياة بسموها ايه؟ بسموها خبرات وتجارب. هل بقى تجارب دي experiment ولا expert ولا experience ولا exercise؟ اسمها ايه؟ experience. اسمها ايه؟ experience. It wasn't a dream، I was awake. برضو نفس الجملة بالنص مكررة لأنها موجودة في النماذج بتاعة البراكتس تيستس. Something that happens to you in your life، الحاجات اللي بتحدث لك في حياتك. لا خلاص دي قلناها. احنا عايزين antonym of awake، عكس awake اللي هي ايه؟ sleep. دي طبعا عكس اللي فاتت. اللي فاتت كانت it was a dream I was asleep، وقال لنا هات عكس asleep اخترناها awake، هو عاكس هنا. نيجي على نمبر 4. the government is going to renew more schools، الحكومة هتجدد بعض المدارس. the suffix البادئة changes the verb renew into an adjective، بتحول renew الفعل الى صفة. اللاحقة بقى اللي احنا بنضيفها علشان تحول الفعل الى صفة ديت بتكون ايه؟ بتكون ايه الصفة اللي هي؟ بتكون ايه الصفة اللي هنا؟ all ولا able؟ ماشي سيبو. the government is going to renew، عايزين اللاحقة اللي بتحول الفعل الى صفة، هل هي او renewal ولا renewable ولا renewment ولا renewation؟ طبعا الصفة ان احنا بنضيف لها ايه؟ able. بنضيف ايه؟ able. اسمها renewable. اسمها ايه؟ renewable. number 5. a person is good at thinking of new ideas or ways to do something، شخص بيكون جيد في التفكير، عنده أفكار جديدة أو طرق جديدة يعملها. الشخص اللي زي ده كده عنده أفكار جديدة بنقول عليه مبدع. مبدع يعني إيه؟ creative، volunteer، anxious، naughty. بيكون إيه؟ creative. creative. اسمه ايه؟ creative. بعد كده she worked hard to clean her room and they were amazing، هي عملت بجد علشان تنظف حجرتها وكانت مدهشة. competition، organizers، results، teams. والنتيجة كانت رائعة. النتيجة اللي هي كلمة ايه؟ results. طبعا انا مش مهتم قوي بالسبفكس والبريفكس والسينونيم والانتونيم، هم بقى هو جاب واحده بس اللي هي على السبفكس وجاب على الديفينيشن، اما السينونيم والانتونيم مش جايبها بصوره واضحه.
هو جاب الباقي كله على ايه؟ على تخمين المعنى. نيجي على السؤال الخامس. Have you been to Cairo? Yes, I there last year. لتاني مرة بتتخدع وبتغلط نتيجة التسابق. الإجابة بيقول yes I. ماليش دعوة بالسؤال. هو بيقول له Have you been to Cairo? قال له yes I last year. اللي يهمنا هنا بي في الجملة اللي هي فيها فيها كلمة دل على الزمن. ايه الكلمة اللي بتدل على الزمن؟ last بيجي معاها ايه؟ ماضي بسيط. الماضي البسيط بتاع بي was away. هتبقى was. انت بقى ده اي علشان فيه هناك هف في الاول. الخدعة دي ما بقاش بالطريقة دي كده ان انا اتخدع، لازم اقرا الجملة وافكر فيها، مش اول ما اقرا واروح حالل كده على طول. هي بي اخليها هف ازاي يعني؟ واجيبها لك بي اهي، اخليها هف. نمبر 2 I was in knowing the truth. Interesting. انتهت بايه؟ ing. هتخليها دي. انا عندي الفاعل I، يبقى مش هتنفع ال ing، بشيلها واضيف ايه؟ دي. يبقى interested. نمبر 3 both احمد نور سامي. نيزر. نور يبقى يجي معاها neither او neither. neither احمد نور سامي came early. نمبر 4 علي spend a week in Aswan. it's his intention. هي على قاعدة ايه ديت الجملة دي؟ ها؟ على قاعدة ايه؟ دي على قاعدة اشكال المستقبل. هنا فيه نية، لما يكون في نية يبقى في الحالة دي بنستخدم be going to او مضارع مستمر مع قضايا الاجازة، يبقى مضارع مستمر. يبقى علي she is spending. بعالي ايه؟ is spending a week in Aswan. it's his intention. وطالما في intention كمان ممكن اقول is going to spend. ممكن اقول ايه؟ is going to spend. وتمشي الأصح هو السفر، أفعال السفر والأجازات المفروض مضارع مستمر. لكن لما جاب لي his intention intend دي بيجي معاها التركيبة بتاعت going to. وفي في التصحيح دي اللي عملها كده هتبقى صح واللي عملها كده هتبقى صح. نيجي على نمبر 5 how about it. قبلي هو جايبها هنا القواعد هنا مش جايبها من القواعد المباشرة، مش جايبها على المضارع التام والمش عارف ايه والمضارع البسيط زي اللي فاتوا كلهم. ده محافظة جايب الامتحانات كده على القواعد غير مباشرة. عندي هاو اباوت احنا خدناها في الاقتراح، كان بيجي بعدها مصدر ولا فعل بينتهي باي ان جي؟ فعل بينتهي باي ان جي. ما هو مصدر اهو غلط، يبقى على طول هتضيف له اي ان جي. يبقى عندنا نوت الاسئلة بتاعت الجرامر دي في المحافظة دي، هو جاب بس بتاعت was اللي انت اتخدعت فيها، وبعدين بعد كده جاب لنا neither و either مش من القواعد المباشرة، جاب لنا بتاعت اشكال المستقبل، وبعدين جاب حاجة من language functions اللي هي الاقتراح. ده مستر بالرفض اللي عنه برضو هنا الريفيو كاتب لنا عن الايه؟ الاونلاين شوبينج. تاني محافظة فيها اونلاين شوبينج. نيجي على المحافظة بقى الخامسة اللي هي ايه؟ سويس. هنحل الديالوج سريعا كده. الديالوج عن ايه؟ احمد ميتس اتورست. ده بقى برضو نوع بقى جديد من المحادثات لما واحد مصري يقابل سائح. احمد is meeting a tourist، مقابل سائح in a shopping center. مقابله فين؟ في الشوبينج سنتر، في المول يعني.
احمد قال ايه؟ Good morning. Good morning, sir. Where are you from? From. Good morning. انت منين؟ Where are you from? من اين انت؟ من كندا. I am from جه رد Canada. قال له I am from Canada. سؤال موجود واجابته موجودة. عايزين بعد كده جملة اجابة ولا سؤال؟ سؤال. سؤال اجابته بتقول yes, this is my first visit to Egypt. طالما الاجابة بدأت ب yes يبقى السؤال كان هيبدأ بكلمة استفهام ولا بفعل مساعد؟ فعل مساعد. نشوف فينا الإجابة فيها فعل مساعد ولا لا؟ أيوة في بس بعد يس اللي هي إز. طب ما يا مال أنت عايز تكون قبل إز؟ لا قبل يس. إحنا هنا بنشطب يس خالص. عندي إز فعل مساعد يبقى هقول إز أعمل المقص يعني. Is this. وبعدين ماي بتتحول لإيه؟ ليور. Is this your first visit to Egypt؟ تبقى عملنا المقص وكملنا. Is this your first visit to Egypt؟ قالوا yeah, this is. هل هذه زيارتك الأولى لمصر؟ قالوا أيوة دي زيارتي الأولى لمصر. جه قال له which places would you like to visit؟ which places ايه الاماكن اللي انت تحب ان انت تزورها؟ طبعا السياح هنا بيجوا مصر علشان يزوروا الخصوص والمرج ولا عشان يزوروا ايه معروفة البيراميدز the Egyptian Museum خان الخليلي لوكسور يبقى which places would you like to visit؟ نقول ايه؟ نقول the pyramids المتحف اسمه ايه؟ The Egyptian Museum. أسوان. أسوان أو لوكسور. كده. طيب نمبر 3 عاوزين فيه إجابة ولا سؤال؟ نمبر 3 عاوزين سؤال. إجابته بتقول I'm going to stay here for 2 weeks. عايزين نسأل على ايه؟ على 4 weeks. نسأل عنها بإيه؟ 4 weeks ده عدد. ده مدة. بدل مثلا عن العدد والكلام ده ما هي مدة وخلاص يبقى هاو إيه؟ هاو. هعتبرها عدد يبقى أقول هاو ماني ويكس وأنا له هاو ماني ويكس ما هي هاو لونج وخلاص. عايزين فعل مساعد في هنا ولا ما فيش؟ I am الاثنين كده بروح محولهم الى are you. احنا مش قلنا قبل كده I am في الاجابة اروح محولهم الى are you في السؤال. يبقى how long are you واكمل. فاضل ايه هكمل بيه؟ going to stay here. يبقى how long are you going to stay here. ماشي كده. طيب نيجي على احمد قال what Egyptian food have you tried؟ ايه الطعام المصري اللي انت جربته؟ طبعا ما ذكرش وجبة طعام تاني بعد كده ولا حاجة. ايه الطعام المصري هنا اللي ممكن السياح يجربوه؟ كشري. نقول كشري. سوسي. ها؟ سوسي ده مصري؟ ماشي هنقول ايه كشري علشان احنا كان عندنا درس بيتكلم على الكشري. يبقى what Egyptian foods have you tried؟ لما اجي اقول كشري او اقول I have tried كشري. وبعدين قال له have a nice stay in Egypt. اتمنى لك اقامة سعيدة في مصر. طبعا السائح في النهاية هيقول له ايه؟ thank you. ده كده المحادثة المختلفة شوية اللي هي بين المصري والسائح. يبقى احنا كده في المحافظات دي خدنا محادثة بين المصري والسائح ما خدناش محادثة بين البائع والمشتري مش كده؟ خدنا محادثة بتكلموا عن الهوايات والرياضات المفضلة وواحد بتكلم مع صاحبه عن الهواية ودي السائح. فضل عندنا محادثة بيع وشراء. نيجي على السؤال الثاني the better with the best. يبقى دولت كده اللي على الايه؟
قواعد. وبعدين عندنا رول ورول، دولت على الكلمات بس هو جايبهم قريبين من بعض عشان يلخبطوني، يبقى واحدة بس منهم اللي هنختارها. وبعدين كرياتيف وتشامبيونشيبس. I love my grandma very much. She is my model. احنا في زمان فيه كان في قطعة كده خدناها كان بقول بنتكلم على اليور رول موديل، كانت محادثة موجودة في الملزمة. سيبها ما تقلبش، انا عارف مش تقلب فيها. هو هنا جايبها بالطريقة دي كده. انا كنا بقوله مثلك الاعلى نموذجك بتاعك اسمه رول موديل، يبقى هنا هنختار ايه؟ رول. رول بقى منين؟ ار او ال اي ولا ار يو؟ ار او، لان رول اللي باليو معناها يحكم، ديت رول بالاو، رول موديل. يبقى رول التانية غلط كده مش هناخد. تو مي شي از بيرسون ان ذا وورلد، بالنسبة لي مامتي دي بتكون افضل شخص في العالم. افضل بقى اقول ذا بيتر ولا ذا بيست؟ ذا بيتر. ها صيغة تفضيل اسمها ذا بيست، ده على القواعد عشان اخذنا المقارنة بين اتنين بيتر ذان، وصيغة التفضيل اسمها ذا بيست. ها طيب، person in the world she was when she was young she used to take part in، لما كانت صغيرة كانت متعودة تشارك في بطولات. بطولات بقى يعني ايه؟ فاضل عندنا احنا خدنا the best معها the better هتروح، فاضل creative و championship. in the championships يبقى دي كده number 3. And she won many medals and prizes. She always encourages me to be. دايما بتشجعني ان انا اكون فاضل ايه؟ creative. ده كده سهلة مع ان فيها كلمات كتير متداخلة مع بعضها شكل بعضها، لكن هي سهلة واسهل حاجة. القطعة هنا على my name is Tariq. I do well in school. واحد بيتكلم عن نفسه وجايب لي كلمة اللي بالاحمر اللي تحتها خالص forget. تعالى كده نشوفها موجودة في السؤال، بيقول the underlined word forget is the antonym of the word. جايب عايز عكسها، forgot يعني نسي، عكسها تذكر. taught ولا wasted ولا remembered؟ remembered. عكس، جايب لي الانتونيم داخل القطعة، ممكن يجيبها في الأسئلة الوحدة وممكن يجيبها في القطعة زي دي. هننزل على السؤال الرابع بعد كده اللي هو choose the correct word. turn off is the antonym of، موجودة برضو عندنا دي في الملزمة. كلمة turn off عكسها turn on. turn on بس. ولا in on. turn on بس ما فيش انا on. موجودة switch on بقى، ما هي turn on بتساوي switch on و turn off بتساوي switch off، هي turn و switch on بقى عكس off. number 2 a large park or open area where scientists study plants and trees and the people can visit is called. احنا قلنا على طول اي جملة فيها scientists علماء بيدرسهم بلانتس وتريز يبقى ايه؟ اكواريوم ولا فيري ولا رافت ولا بوتانيكال جاردن؟ رافت. اذا كان هي فيها تريز وبلانتس بوتانيكال جاردن. بوتانيكال جاردن. نيجي على نمبر 3 is a long seat for two people or more. كرسي كبير لاثنين من الناس او اكتر، هل هو بنش ولا تشير ولا ارم تشير ولا ويل تشير؟ تشير. الكرسي ده بنقول عليه بنش، اللي بيقعد عليه اثنين او ثلاثة جنب بعض. كرسي ولا بنش؟ بنش. بنش كرسي كبير، المقعد الكبير اللي بيكون في الجاردن وفي المترو كده.
You need a for your smartphone. انت محتاج ايه على التليفون بتاعك or personal computer to maintain your privacy and safety, علشان تأكد على الخصوصية والأمان. باسورد. طالما فيه يبقى الاسم مفرد باسورد. Number 5, the word appear can be a noun by adding كلمة appear فعل. لما نيجي نخليها اسم هاضيف لها ITION ولا ANCE ولا ATION ولا NES. appearance. يبقى نضيف لها ايه؟ NESS. ها؟ NESS. ليه هو انا قلت appearness؟ appearance. ANSE. هي دي اس ولا سي؟ سي اس. Number 6, when I was a little, my parents that I had dyslexia. لما كنت صغير أبائي إن أنا كان عندي dyslexia. اكتشفوا. يكتشف بقى يعني covered ولا discovered ولا uncovered ولا recovered. Discovered. يكتشف. اسمها discovered. 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 اكتشف. بعد كده نخش على الجرامر. Number one. هتبقى ايه؟ Neither of those necklaces. ونركز على كلمة be بين قوسين لما تيجي مع neither أو either أو both. هتبقى مستر. هنا بقى عندي be الأول نشوف الزمن وبعدين نشوف مفرد وجمع. من ناحية الزمن مفيش حاجة بتدل على الماضي. يبقى هي مضارع. ماشي كده. نيجي بقى مضارع بتاع be عندي is و are. أتبقى. نشوف الاسم اللي قبلها على طول neither of those necklaces. ده ديت مش neither nor. ده ديت neither of. بتاخد اس. بيكون بعدها اسم جمع وفعل مفرد. يبقى الفعل بقى مش هيتبع الاسم. ده الفعل على طول مفرد. يبقى هيكون ايه؟ are ولا is؟ is. يبقى neither of those necklaces is cheap. Number 2. Last week I played the guitar in two concerts. She was. ايه ده اسم يا مستر. She هنا هتبقى صفة بتنتهي بـ ED ولا بـ ING؟ طيب انت قلتيها كده خبطاها كده يعني ولا عارفه ان هي اي ان جي؟ هي عاقل ولا غير عاقل؟ هي عاقل. طيب ما احنا قلنا العاقل بيجي معاه اي دي بس قلنا في حالات العاقل لما يكون بيتسبب في حدوث الصفه يبقى اي ان جي زي دي كده. الاسبوع اللي فات ايه لعب عزفت على الجيتار في حفلتين. هي كانت مدهشه يعني بتسبب الدهشة للآخرين. يبقى مع إنها عاقل لكن الصفة تنتهي بإيه؟ نركز بقى في الجمل اللي زي دي كده. يبقى هنا she was a amazing good summer. Number 3, you tell anyone about your friend's secret. أنت لا يجب you mustn't tell anyone about your friend's secret. I advise you. ما سنت غلط. هتقول ازاي ما احنا بنقول لا يجب ان انت تقول لحد على سر صاحبك. مش كده؟ يعني ما سنت. shouldn't. بس هنا في كلمة advise في الاخر. وadvise دي بتاعت النصيحة وبتاعت النصيحة ما سنت ولا shouldn't. shouldn't. يبقى shouldn't.
نمبر 4 ذا فيرست مترو ترين. رجعنا تاني للقطر. ليفز. نركز على الجمل اللي من العينه دي كده. المحافظات دي ما فيهاش مترو. هيبقى يت. احنا عندنا المترو موجود في القاهره فنركز عليها اللي يجي لنا. نيجي على هيثم hasn't created any apps. هتبقى يت عشان دي مستر. عندي نوت الفعل مضارع تام والنقط مضارع تام منفي والنقط في نهاية الجملة هتبقى يت. يت. احنا already امتى استخدم already في نهاية الجملة؟ عندما اسمه مش مفرد. بتيجي في نهاية السؤال لما يكون بيعبر عن الدهشة او ان انا مندهش من اللي انت عملته ده. ده بالنسبة لأولريدي في الاخر. لكن غير كده ما تجيش أولريدي في الاخر. نيجي على الريفيو اللي موجودة هنا برضو ريفيو. يبقى كل الامتحانات اللي جات لغاية دلوقتي ريفيو. هنا عاوزك تتكلم عن ايه؟ يور كوميونيتي. يور كوميونيتي المجتمع بتاعك. ما هو يور كوميونيتي اللي هو هاو تو هيلب يور سيتي، ازاي تساعد مدينتك. وجي بعد كده قال لنا ايه في موضوع تاني كان برضو بنفس الطريقه كده، ازاي تتعاون المجتمع بتاعك. يبقى كلهم لغايه دلوقتي نركز على وجه مره مرتين اونلاين شوبينج. يبقى عندي اونلاين شوبينج وعندي يور كوميونيتي او يور سيتي. دولت كده الست او الخمس امتحانات بتاعت المحافظات اللي امتحنوهم لغاية دلوقتي. ما هو ده اللي احنا قلناه. ده كده الحل المحافظات اللي اتحل.